احنا معانا واحد من المدربين اللي برضو حضرتك كان ليك الفضل بعد ربنا انك تصعده، بس ما خدتوش معاك الطلائع الوحيد يعني. احمد طارق العشري معانا على التليفون. الو. الو يا كابتن احمد، ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك. بسلم على الكابتن هاني وبسلم مساء الخير عليك يا احمد، منور البيت الكبير، وبابا كمان منور البيت الكبير. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن. لسه بنتكلم على مشوار بابا التدريبي وعلى مستوى النجاحات والاخفاقات في وقت معين، لكن انت كمان يعني نعرف منك كمان مشوارك، بقى مشوارك التدريبي هو بدا ده من الاستاف اللي معاك، ده من الاستاف اللي معاك يعني. عايزين نعرف للاسف برضو اتاخد في الرجلين. بيتاخد في الرجلين. لا طبعا، بس بدايه يعني البدايه بتبقى مهمه دايما يا احمد. شايف ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه انت بتاهل نفسك، وده مهم. يمكن اكيد كابتن طارق بيتكلم معاك انك كمان تشتغل على نفسك وتاهل نفسك علميا بشكل مميز، غير طبعا لو ان شاء الله موجود التالنت التدريبي. مشوارك اللي جاي ازاي يعني؟ والله يا كابتن، انا بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول انا كان لما كنت بلعب كوره ما كانش ليا الحظ ان انا اكمل وقت طويل وانا بلعب كوره بسبب الاصابه، فجات لي اصابه بطلتني بدري يعني وانا في سن صغير. فبس فالكابتن اقترح عليا ان انا يعني كان ماليش نصيب ان انا اكمل في الكوره وانا بلعب، فالكابتن اقترح عليا ان انا اخش كارير التدريب من بدري. فابتدى يوجهني ان انا اخد الشهادات الاساسيه الاول والرخصه فيه، وان انا طبعا هو معايا مدرسه في البيت برضو وغير الشهادات اللي انا بتعلم اكيد على طول الوقت. فهو نصحني ان انا بعد ما بطلت بدري بسبب الاصابه ان انا اخد كارير التدريب من بدري. وانا بالنسبه لي انا شايف ان دي حاجه كويسه بالنسبه لي ان انا اخد الخطوه دي من بدري، وخصوصا ان انا ابقى في الاستاف مع مدرب كبير زي الكابتن طارق واتعلم منه. يعني انا بحس ان انا هي فرصه جات لي بالنسبه لي ان انا عندي فرصه غير اي حد ان انا اتعلم، يعني ان انا يبقى ابويا الكابتن طارق العشري وابقى معاه وقت طويل اتعلم منه، دي افضل ليا من اي شهاده باخدها. ان انا بالنسبه لي من غير اي حيز يعني انا بشوفه هو احسن مدرب في مصر بالنسبه لي انا يعني. وقطع عليك شوط كبير قوي يا كابتن برضه، قطع عليك مشوار انا بشوف الكابتن طارق من اللي انا بشوفه قدامي بغض النظر ان هو والدي يعني، بس انا بشوفه بالاجتهاد اللي هو بيعمله وبالشغل اللي هو بيشتغله على نفسه، وعلى طول مش بيقف عند نقطه معينه، على طول بيطور من نفسه وعلى طول بيجتهد، وكل حته بيروحها يعني انا بقول له انت ناقص تفتح النادي وتقفله يعني. فانا بجد فخور ان هو ان كابتن طارق ده والدي، وبتشرف ان هو والدي، وعلى قد ما اقدر يعني انا بتعلم منه وهو على طول بينصحني يعني، ويا رب بس ابقى نصه يعني. ايه اهم نصيحه حضرتك بتديها له كابتن طارق؟ احمد، انا لامس فيه طبعا موهبه التدريب. هو فعلا صدفه وسوء حظ، هو كان بيلعب في نادي حرس الحدود ولعب في سموحه، هو كان من احد ابناء نادي سموحه في الناشئين، وكان من الناس اللي كان بيبص لهم بشكل كويس جدا. لكن هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى انصاب اصابه كبيره جدا في رجله، وعلى اثارها طبعا اخترنا الطريق ان هو ياخد بقى التدريب ويعوض اللي هو فقده كلاعب. هو كام سنه احمد يا كابتن؟ احمد دلوقتي يعني 28 سنه. 28 سنه، واعتقد في مدربين، خلي بالك في مدربين بداوا صغيرين جدا يعني. كابتن فكري صالح الاقامه الكبيره جدا بدا وهو عنده 27 كل سنه، أوروبا دلوقتي. ودلوقتي خلاص عامل السن بقى، كل ما حتى تركز في العامل عامل التعليم مهم جدا على المستوى على مستوى اللايسنس وعلى مستوى الرخص وعلى مستوى الثقافات العامه في الكوره، لان فيها جديد كل يوم، وكمان على مستوى الخبرات اللي ممكن تاخدها من الكابتن طارق. ان شاء الله يعني نقول ان احنا ان شاء الله يكون في مدرب على المستوى جيد ان شاء الله. انت عارف نفسنا مدربين صغيرين في الدوري المصري يعني، ان شاء الله ناخد زي ما قلت لك، احنا خدنا بايد محمد ومحمد مكي وغيرهم من الناس اللي حليم كمان طبعا، محمد حليم انا قصدي يعني. فان شاء الله احمد اتوسم ان هو ان شاء الله باذن الله تعالى يبقى له مستقبل كبير جدا، لان حاسس فيه عنده موهبه. انت حاسس ان هو شغوف جدا، وانا دايما بصير على التعلم في الفترات اللي هو قاعد فيها ديت، زي ما انت قلت هاني يعلم نفسه، حاول ان هو يكتسب خبرات علميه بالاضافه طبعا الخبرات العمليه لما يشتغل معايا او حتى لما يستقل. صحيح، يبقى عنده شخصيه الاستقلال من بدري طبعا مهم، ياخد مهمه التدريب ديت، لان دي مهنه التدريب دي مهنه شاقه جدا على الصعيد النفسي وعلى الصعيد حتى الـ الشخصي، وبياخد من وقت كبير يعني. شوف بيقول لك انا
لما بتولى بنقص ان هو يفتح النادي لان ويقفل النادي. بتتحملي مسؤوليه كبيره جدا لما بتتولي اداره نادي، فانت خلاص كل الناس بيرموا العبء عليكي طبعا، والعين كلها بتبقى عليكي، ولما بيحصل اخفاق كله برضو عليك انت. صح. فبتحاولي بقدر الامكان ان انت تكون على قد هذه الامانه. فاتمنى ان احمد ان شاء الله ربنا يوفقه في الفتره اللي جايه، الفتره اللي ديت يعني يشتغل على نفسه بشكل كويس على الناحيه العلميه، وباذن الله تعالى الناحيه الخبراتيه ان شاء الله يكتسبها من المشاركات ان شاء الله باذن الله. واحنا كمان كابتن احمد بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا كابتن يا احمد طارق العشري، شكرا جزيلا ليك.